التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو في منتجع سوتشي على البحر الأسود الأربعاء المقبل. وذكر بيان لمكتب نتنياهو أن المباحثات مع بوتين ستركز على الأحداث الأخيرة في المنطقة وبصفة خاصة تطورات الملف السوري. وأشار البيان إلى أن نتنياهو وبوتين ناقشا عدة مرات خلال السنوات الأخيرة تجنب الاحتكاك بين الطيران الإسرائيلي والروسي في سوريا، وهو ما منع المواجهات بينهما حتى الآن.